ما بتقري تعليقات انه ليه محجبة عم بتغني، صوت المرأة عورة، او بشككوا بحجابك، انه انت عم تستخدميه، يعني هيدي الامور اللي بتصير على السوشيال ميديا. اكيد هلا بطل حدا يسلم بقى من شر هدول العالم، صرنا كلنا بالهوا سوا، بس اكيد بقرا هدول الشغلات واكيد بتضايق، بس انه ما بقدر اعمل اكثر من انا اللي بعمله، عرفتي؟ شو اقسى تعليق قريتيه غالية؟ اقسى تعليق كان بدل ما تغني انه اعملي شيء ثاني، بدل ما تغني روحي اعملي شيء ثاني او شيء مفيد، كتب انه مفيد اعملي شيء مفيد. شو بتجاوبي هلا اذا انت جاوبتي هون او ما جاوبتي؟ لا ما جاوبت. هلا شو بتجاوبي اذا حدا بده يقول لك بدل ما تغني روحي اعملي شيء مفيد؟ زين بقول له انه هذا الشيء اللي انا عم بعمله بجنن، كثير مفيد وكثير اثر بكثير عالم، وإذا هو هذا الشخص بشوف قد ايه العالم يعني اللي قدرت أثر فيهم، يمكن هو يغير رأيه، بس يمكن أكيد ما له شايخ، لأنه المسجات والتعليقات اللي بتجيني عن قد ايه إنه أنا والله غيرت بهي حياة هاي الشخص أو هذا الشخص اللي كان بده يعمل شيء وخايف ومستحي، بتجنن، بتخليني كل يوم إني أعمل هاردر هيك أقسى. الفن مفيد؟ إيه أكيد. شو بفيد الفن؟ فن طاقة، طاقة يعني تجمع، وطاقة بتجنن هيك بتشفي. كيف فادك الفن؟ كيف فاد الفن غالية البنت اللي ما كانت تحب المدرسة؟ أوف. كانت طريقة تعبير كتير قوية، عبرت بالفن هيك بطرق يعني كانت حتى غريبة بالنسبة لعالم حوالي، إنه يقولوا لي إنه أنت بيطلع معك هيك شيء، انه انت هذا الشخص اللي كانوا يقلعوه برا الصف، لحتى كنت تنطردي برا الصف. ليه؟ كنت كثير حركه وما احب الدرس وما افهم ما القط، يعني بحس انه خلص this is not for me، بحس انه في شيء ثاني عم يستناني، عرفتي؟ هذا السيستم اللي كل يوم. كانت علاماتك سيئه؟ كثير سيئه. رسبتي بالمدرسه؟ ايه طبعا رسبت. هيدا الشيء شو عمل لك؟ يعني بتعرفي نحن بشكل عام يعني الولد لما يرسب بيقولوا له كسلان، بيقولوا له فاشل، منك شاطر، شغلات بتعلق معك وكلمات وليبلز بتعلق معك، وبدها وقت، عناوين لحتى بدها وقت كمان تنشفي منها. عانيتي كثير من هالعناوين؟ ايه اكيد اكيد. اذا حدا عم يقول لك انت بنت عمرها 14 سنه عم يقول لك والله انت فاشله وغبيه وما بيطلع معك وشو هالعلامات طب مين كان يقول لك اياهم هيدول؟ كثير معلمات كانوا يحكوني بهي الطريقه. اهلك شو كانوا؟ لا اهلي ابدا، ماما وبابا يعني نمبر 1 فانز، وهن شالوني اصلا. المعلمات لما كانوا يقولوا لك هيك شو كنت يعني هيك؟ اذكري لي حادثه صارت معك مع معلمه بالمدرسه فعلا تركت فيك اثر. في مره بالصف الخامس كنت انا بالكورال تبع المدرسه تبع السكول كورال، انان تجي هاي المره معلمه، خلصت البرفورمانس رحت على البيت، انا ثاني يوم اجيت الصبح ضربتني على راسي، صفقتني هيك صفقه، قالت لي بدل ما تغني جيبي علامات منيحه بالبيولوجي بالاحياء. فانا بلشت ابكي، رجعت على البيت باخر يوم قلت لماما انه في حدا هيك ضربني، فهي جنت يعني طلعتني من هاي المدرسه حطتني مدرسه ثانيه وما اشتغلت على الموضوع. فانا لهلا بقول انه يا ريت كنتي اشتغلنا على الموضوع اكثر، مو انه تهربيني من مكان لمكان. كيف يعني اشتغلت؟ يعني تواجه المعلمه او لا. شو يعني تشتغل على الموضوع؟ يمكن انه تعطيني هاي السبيس انه مثلا نحكي بالموضوع، ايه المساحه انه نحكي، سيف سبيس، المساحه الامنه نقدر نناقش الموضوع، تقدر تسالني انه كيف فيني ساعدك او مثلا كيف فينا نطور الموضوع او نصلحه او